نسمع استفسارات حضراتكم ونحاول نجيب عليها ونحاول نبقى الصورة واضحة بحيث ان الدنيا كلها تبقى عارفة يعني سياسة الحكومة والتصورات عن واقع، ونبدأ نتفاعل مع بعض يعني. بس لو تسمحوا لي قبل ما اسمع استفسارات حضراتكم ان انا قاعد يعني اقدم نبذة مختصرة عن قطاع الزراعة في الفترة اللي فاتت، لان يمكن حضراتكم لو لاحظتوا ان قطاع الزراعة خلال الثمان سنين اللي فاتوا يمكن القيادة السياسية قدمت دعم ونهضة غير مسبوقة لقطاع الزراعة، وكان ذلك يمكن حضراتكم لمستوا هذا الدعم ويعني التوجه نحو تدعيم قطاع الزراعة خلال جائحة كورونا، خلال الأزمة الحالية أزمة روسيا وأوكرانيا. ليه بقى؟ لأن العالم كله يمكن حضراتكم لمستم أن بعد جائحة كورونا يمكن قطاع الزراعة أصبح من القطاعات المهمة على مستوى العالم، قطاع مرن، قطاع قادر على تحمل الصدمات. أيضا العالم كله أصبح بيهتم بقطاع الزراعة لأنه أصبح هو القطاع المسؤول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، أصبح التعزيز المسؤول عن تعزيز الأمن الغذائي واللي أصبح جزء من الأمن القومي للدول. أيضا قطاع تشابكي، هذا القطاع النمو في هذا القطاع يؤدي إلى نمو في قطاعات أخرى سواء مرتبطة بالصناعة أو الاحتياط الأجنبي أو العمالة، قطاعات التجارة الداخلية والخارجية موضوع تشابكي وبالتالي النمو فيه. أيضا هذا القطاع مسؤول عن أو بيعتبر آلية مهمة لتوطين التنمية المتوازنة والاحتوائية، لأن هذا القطاع مرتبط بقطاع عريض من يعني إخواننا الفلاحين والمزارعين اللي منتشرين في الريف، وبالتالي مسألة التنمية الاحتوائية والتنمية المتوازنة هذا القطاع هو المسؤول عنه. أيضا قطاع الزراعة قطاع يعني مساهم بدرجة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، يعني عندنا حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي قطاع الزراعة بيساهم فيه، قطاع بيستوعب 25% من العمالة اللي موجودة في مصر، قطاع أيضا معظم الإنتاج بتاعه مادة خام لكثير من الصناعات، أيضا بيساهم بنسبة ملموسة في الصادرات السلعية المصرية يمكن تجاوزت 17%، وأصبحت الصادرات الزراعية المصرية يمكن حضراتكم لمستوا إن لها دور كبير وأصبح لنا اسم في العالم، وبنصدر لجميع الدول أكثر من 350 منتج زراعي، وبالتالي إن قطاع الزراعة هو في بؤرة اهتمام القيادة السياسية. ويمكن الدولة المصرية يمكن اهتمامها بمسألة الأمن الغذائي وتوفير الغذاء لشعب مصر العظيم وغذاء آمن وصحي ومستدام كان الهدف من هذا الأمر. يمكن القيادة السياسية تبنت مجموعة من المشروعات اللي بتدعم قطاع الزراعة وبتقلل الفجوة وبتقلل فجوة الاستيراد وبتعظم الاكتفاء الذاتي. أهم حاجة من هذا من هذه المحاور هو محور التوسع الأفقي. يمكن حضراتكم شفتوا المشروعات الكبيرة اللي بتبنتها الدولة المصرية في مسألة زيادة مساحة الرقعة الزراعية، مشروع يمكن شفتوا مشروع إطلاق مشروع الدلتا الجديدة العملاق، مشروع تنمية توشكا وجنوب الوادي، إن شاء الله قريبا تنمية شمال ووسط سيناء، مشروعات المنيا وغرب المنيا وجنوب الوادي، مشروعات الوادي الجديد كلها، مشروعات الريف المصري 1.5 مليون فدان. يعني الدولة داخلة في مشروعات على التوازي بتستهدف زيادة الرقعة الزراعية لتعويض ما تم تأكله من الأرض القديمة. احنا يمكن لو تسمحوا لي ان انا اقول ان مش دول كتيرة في العالم بتلجأ الى استصلاح الصحراء، العالم كله لو حضراتكم تابعتوا الأخبار بتجدوا يفقد كثير ملايين الهكتارات سنويا بسبب التصحر، بسبب الجفاف، بسبب التغيرات المناخية. على العكس بقى الدولة المصرية بتستصلح الصحراء وبتعيد إحياء الصحراء، رغم أن ده بيكلف الدولة المصرية كثير من المليارات، ولكن في إطار إيمانها ودعمها والحكومة وتوجيهات القيادة السياسية أن ندعم ملف الأمن الغذائي. يمكن كمان من بخلاف مشروع التوسع الأفقي وهنتكلم فيه بالتفصيل لو الوقت يعني أتيح، أيضا كان هناك مجموعة من القرارات الاستباقية زي مثلا احنا عندنا تحديات في القطاع الزراعي. اهم تحديات في القطاع الزراعي ايه؟ يمكن حضراتكم شفتم محدودية الارض الزراعية والتآكل والتعديات على الارض الزراعية، وبالتالي الدولة بتحاول تجد يعني محور التوسع الافقي ان احنا نزود ونستصلح الصحراء رغم محدودية الموارد عشان نقدر نعوض هذا ونقدر نلبي احتياجات الشعب المصري. أيضا محدودية المياه، يمكن حصتنا من المياه موجودة من أيام ما كنا 2 مليون مواطن وأيام ما كنا 2 مليون فدان، احنا دلوقتي بنزيد عن 100 مليون وأصبحنا بنتحدث عن 9.7 مليون فدان كأرض
زراعية ولكن مساحة محصولية حوالي 17.5 مليون فدان نتيجة ايه؟ تنوع. يعني احنا الحمد لله ربنا بيميز الدولة المصرية تعدد وتنوع العروات، وايضا اثر التكثيف المحصولي بتصل المساحة المحصولية حوالي 17.5 مليون فدان. كانت الدولة المصرية واخدة عشان تعالج هذا الأمر ان احنا نجد مصادر بديلة لتعويض برضو احتياجاتنا للمياه بعيدا عن موضوع سد النهضة، ولكن احنا مع زيادة الأرض الزراعية ومع زيادة الاحتياجات ومع التغيرات المناخية اصبح لدينا احتياج، وبالتالي كانت الدولة المصرية سباقة في مسألة معالجة مياه الصرف الزراعي. يمكن احنا انشأنا محطتين، محطة المحسمة اللي خدت افضل مشروع في العالم في 2019، وايضا محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اللي خدت اكبر مشروع في العالم، ودي كانت بتعمل 5.6 مليون متر مكعب يومي، وان شاء الله قريبا سوف يتم افتتاح محطة الحمام اللي هي تغذي مشروع الدلتا الجديدة. وبالتالي نجد في هذا الامر ان الدولة بتاخد اجراءات استباقية لتعدد مصادر والتغلب على التحديات اللي بتواجه الزراعة. لو ترجح لي للسلايد اللي قبل ده كده، المؤسسات الدولية يمكن نتيجة الجهود اللي تمت في قطاع الزراعة سواء التوسع الافقي او التوسع الرأسي وتحسين السلالات واتخاذ اجراءات وضخ استثمارات في القطاع الزراعي اللي ادى الى ان احنا والشراكة مع القطاع الخاص، يمكن حضراتكم تابعتوا لقاء فخامة السيد الرئيس في مشروع افتتاح مستقبل مصر في اللي هو باكورة الدلتا الجديدة، شراكة جيدة ونموذج جيد للشراكة بين الدولة المصرية والقطاع الخاص، وده توجه الحكومة، ويمكن دولة الرئيس أعلم في الفترة الماضية وثيقة ملكية الدولة المصرية، وإن احنا نحاول نتوسع في دور القطاع الخاص في الاستثمار في المشروعات. وإحنا يمكن في قطاع الزراعة عندنا مجالات كتيرة للتوسع في الاستثمار الزراعي والشراكة القطاع الخاص، سواء في مسألة الأراضي الزراعية والمشروعات القومية اللي موجودة عندنا، أو في مشروعات الإنتاج الحيواني وما يرتبط بها، أو المشروعات الثروة الداجنة، أو مشروعات الثروة السمكية. يمكن إحنا كمان عندنا مشروعات كتيرة وأراضي كتيرة أطلقناها على المواقع للاستثمار الداجني. يمكن حضراتكم تشوفوا على الشاشة رأي المؤسسات الدولية في قطاع الزراعة. يمكن كثير من المؤسسات العالمية وبتقول الصندوق النقد الدولي الدولة استثمرت في قطاع الزراعي، البنك الدولي بيقول يعتبر قطاع الزراعي قطاع حيوي، قطاع الزراعة من أكبر قطاع لفرص العمل، وضعت الدولة المصرية موضوع الأمن الغذائي ضمن أولوياتها. ده رأي المؤسسات الدولية في النهضة اللي شملت قطاع الزراعة في الفترة الماضية. كل هذه الإجراءات والتوسع في المشروعات وتبني مشروعات قومية، وبرضو كان من ضمن الحاجات اللي دعم لقطاع الزراعة المشروعات القومية، سواء المشروع الشبكة القومية للطرق، مشروعات الطاقة، كل دي متواصلة بعضها. كيف لك أن تتمكن في قطاع الزراعة أن أنت تستصلح أرض وتنتج وتصدر وتصنيع، واهتمامنا أيضا بالتوسع في التصنيع الزراعي في المرحلة القادمة. إن شاء الله كل الحاجات دي بتحتاج بنية تحتية كبيرة، سواء مصادر المية، المصادر البديلة، سواء ان انت يبقى عندك طرق، سواء ان انت يبقى عندك طاقة، سواء ان يبقى عندك كل الحاجات دي عشان تقدر تعظم المشروعات. التوسع الأفقي برضو الهدف منها ان انت بتخلق يعني مسار جديد لان انت تخفف التجدس في المحافظات. الدولة المصرية من ضمن ما يزاها في المشروعات برضو انها بتلجأ الى التنمية الاحتوائية. لو حضراتكم شفتم يعني مواقع المشروعات اللي الدولة بتختارها سواء في سيناء، سواء في الوادي الجديد، سواء في توشكا، سواء في شرق العوينات، نلاقيها منتشرة في كل محافظات الجمهورية. وبالتالي هذا الإجراء بيأكد ان الدولة بتعمل تنمية احتوائية. تنمية احتوائية يعني ايه؟ يعني بتشمل كل المناطق الجغرافية، بتشمل كل فئات المجتمع وكل فئات السكان، وده النهج اللي خدته الدولة المصرية في هذا الأمر. وبالتالي مشروعات التوسع الأفقي، مشروعات تحسين التوسع الرأسي، يمكن حضراتكم لمستم مدى تحسن الأصناف والسلالات اللي الدولة المصرية ومراكز البحوث بخدتها في رفع معدل الإنتاجية، وده محور آخر بنشتغل عليه ونقدم فيه خدمات للمزارع والتوسع في الميكان الزراعية والابتكار الزراعي. يمكن من ضمن التحديات اللي بتواجهنا بخلاف محدودية الأرض وبخلاف محدودية المياه، عندنا برضو من ضمن الحاجات الزيادة السكانية. مهما تحقق معدل نمو في القطاعات الاقتصادية لابد ان احنا نراعي اثر الزيادة السكانية. ويمكن حضراتكم عارفين ان عشان المواطن يلمس اثر النمو الاقتصادي في اي قطاع لابد ان يكون على الاقل معدل النمو الاقتصادي يعادل 3 اضعاف معدل الزيادة السكانية. وبالتالي انت لك ان تتحدث عن موارد محدودة
كانت قائمة أيام ما كنت 2 مليون مواطن أو 4 مليون مواطن، هي نفس الموارد دلوقتي وانت بتتحدث عن 100 مليون. يعني لو ضربنا بالأمثلة، كان عندنا في فترة من الفترات نصيب الفرد في الرقعة الزراعية أكثر من فدان أو فدانين في بعض الفترات، حاليا لا يعادل 2 إيراد، وبالتالي بقى أصبح ضغط على الموارد. ومن هذا المنطلق يمكن برضو بعض حضراتكم أحيانا يتحدث عن مسألة الاكتفاء الذاتي، وبالتالي هنا نقول إيه؟ عندنا مبدأ اقتصادي بيقول عندما تكون الموارد محدودة لابد أن يكون هناك كفاءة في التخصيص، وبالتالي الدولة المصرية عندما تلجأ إلى كفاءة تخصيص الموارد سواء الأرض أو المياه وخلافه، وبالتالي بنلجأ إلى تخصيص الموارد بما يحقق تعظيم كفاءة الاستخدام وكفاءة العائد الاقتصادي من وحدة الأرض والمياه، وبالتالي بنلجأ إلى هذه الموضوعات عشان نعظم الناتج، ويمكن بنحدد التركيب المحصولية ونحدد السياسة الزراعية على ضوء هذا الأساس. إحنا يمكن الحمد لله بفضل دعم القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء وتوجيهاته ومتابعته الدائمة لمشروع للقطاع الزراعي، يمكن احنا الحمد لله أصبح لدينا اكتفاء ذاتي من عدد كبير من المحاصيل. عندنا الخضر، عندنا الفاكهة، عندنا الدواجن، عندنا البيض، عندنا الألبان، كل عندنا الرز، كل دي محاصيل حققنا منها فائض وكمان بنصدر. في محاصيل أيضا قربت على الاكتفاء الذاتي زي المحاصيل السكرية، أصبح برضو عندنا الأسماك. يمكن المحاصيل السكرية إن شاء الله من قصب السكر مع التطور اللي احنا بنعمله برضو بتوجيه القيادة السياسية ان احنا نستنبط أسلوب جديد للزراعات اللي هو أسلوب الزراعة بالشتل وخلافه، ان احنا إن شاء الله هننمو وتحسين الإنتاجية في البنجر. إن شاء الله احنا وصلنا حاليا لاكتفاء ذاتي من محاصيل من السكر حوالي 90%، الأسماك برضو قربنا إلى 90%، وبالتالي أصبحت الفاكهة عندنا متركزة في المحاصيل الاستراتيجية اللي هي زي القمح والذرة وبعض المحاصيل الزيتية، وبالتالي مع التوسع في المشروعات اللي هو زيادة الرقعة الزراعية ومع تحسين الأصناف واستنباط أصناف عالية الإنتاجية، إن شاء الله نؤدي إلى تخفيض الفجوة تدريجيا، وبالتالي نحقق قدر كبير من تقليل الاستيراد. على الجانب الآخر برضو اللي أنا يعني عايز أحيط حضراتكم به مسألة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية. يمكن حضراتكم شفتوا إن الصادرات الزراعية المصرية إحنا حققنا الأول مرة في التاريخ 5.6 مليون طن، العام القادم ب 3 مليار حوالي 3 مليار و100 الف دولار، ده صادرات زراعيه طازجه بخلاف رقم يعادل هذا الرقم من خلال منتجات زراعيه تصنيعيه. واحنا بنستهدف، احنا عندنا بنصدر اكثر من 350 منتج زراعي، عندنا اكثر من 150 سوق، احنا احتلينا رقم متميز في بعض السلع بعض المنتجات بتاعتنا زي ما شفنا الموالح، احنا احتلينا المستوى الاول على مستوى العالم للسنة الثالثة على التوالي، تفوقنا على اسبانيا اللي كانت متربعة على عرش هذا المركز لفترة طويلة من الزمن، احنا رقم واحد في مجال الفراولة المجمدة، لنا ارقام متميزة في تصدير البطاط في البطاطس في في البصل في التوم. عندنا المنتجات الزراعية المصرية، ما عندناش دولة عليها قيود مع الدولة المصرية على أي منتج زراعي بالنسبة لنا. الحمد لله برضو مع وجود أزمة جائحة كورونا، يمكن حضراتكم شفتوا المنتجات الزراعية موجودة في كل الأماكن، قدرة الدولة المصرية على توفير المنتج الغذائي، وفي هذا المجال بنشكر إخواننا المزارعين والمنتجين الزراعيين على الجهد اللي بذلوه خلال الفترة اللي فاتت، قدرنا نقدر نحافظ على توفير الغذاء الآمن والصحي وتدعيم الدولة لمسألة واتجاه الصحة النباتية والصحة الحيوانية وسلامة الغذاء. يمكن حضراتكم سمعتوا الأسبوع اللي فات رغم ما نمر به في ظروف في مسألة القمح واحتياج الدولة المصرية، الدولة المصرية رفضت شحنة كانت واردة من الهند. ليه؟ لأن احنا يهمنا على الأصل الأول صحة المواطن المصري، لابد ان احنا بنتبع كل الإجراءات. فمسألة الصادرات المصرية وان احنا بننوع الشركاء التجاريين عشان يبقى عندنا أكثر من سوق نقدر نستورد او نصدر، يمكن لو رجعنا لرقم الصادرات رغم ظروف جائحه كورونا، احنا ارقامنا زادت لرقم غير مسبوق السنه اللي فاتت، رغم ظروف الازمه الروسيه الاوكرانيه رقم الصادرات بتاعتنا ما قلتش، يمكن ان شاء الله هتتفوق مع نهايه هذا العام عن هذا العام ايضا، الارقام بتاعتنا ماشيه. دعم الدوله المصريه لكل محاور التنميه وكل محاور تنويع الصادرات، كل دي اجراءات الدوله بتاخدها عشان نقدر نعمق مفهوم. ايضا على مساله تنويع الشركاء، يمكن احنا عندنا اكثر من 22 منشأ في مسألة استيراد القمح، عندنا موضوعات كتيرة جدا بنقدر نعوض هذا الامر، بنقدر نزود الانتاجية في الانتاج المحلي. اعتقد قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به
سواء الزراعة النباتية أو الإنتاج الحيواني. يمكن حضراتكم شفتم المشروع القومي اللي أطلقه، مشروع القومي للبيتيلو سيادة الرئيس أطلقه، ده بيدعم صغار المربين وصغار المزارعين. وصلت المبالغ المنصرفة منه كلها بالمناسبة موجهة لصغار المربين وصغار المزارعين، وده بتستهدف حياة كريمة، لأن أنت كونك ترفع من مستوى دخل المواطن وتديله برامج تمويلية ميسرة، أنت في نفس الوقت بتقدم له حياة كريمة للمواطن. احنا يمكن حجم اللي انضخ في هذا المشروع اكثر من 7 مليار جنيه، مولنا اكثر من 460 ألف راس، اكثر من 41 ألف مستفيد، دي كلها كان لها اثر على برضه تحقيق قدر من الثبات في اسعار اللحوم وخلافه. في تطور وفي تغير في اسعار اللحوم نتيجه الظروف العالميه اللي احنا فيها، ارتفاع اسعار النولون الشحن، التأمين، الأسعار العالمية، كل دي أسعار. لكن الدولة المصرية بتتبع دائما سياسة إن احنا بنمتص وبنتحمل جانب من ارتفاع الأسعار، لكن هناك جانب لابد برضو أن المجتمع يساهم معنا فيها عشان نقدر نتحمل. كل الدول، في دول كتيرة جدا فضلت كثير من القيود على بيع بعض المنتجات واستحواذ عليها، احنا الدولة المصرية لم تقم بهذا الأمر. كل السلع متوفرة في كل المحلات والسوبر ماركت، كل حاجة متاحة. أعتقد دي جهود كبيرة خدتها الدولة المصرية في هذا الأمر، وأعتقد دي نتائج يعني مشجعة. ويمكن احنا عندنا بس الآخر سلايد، ان احنا عندنا من التحديات الأخيرة التغيرات المناخية. التغيرات المناخية لا تأثير على قطاع الزراعة، لكن احنا كدولة مصرية بنقول دائما بناخد إجراءات استباقية من خلال استنباط أصناف تتعامل مع التغيرات المناخية، ايضا من خلال ان احنا بنستخدم الابتكار الزراعي، ان احنا بنعيد النظر في خريطة الزراعة، خريطة الصنفية، خريطة التربة. عندنا حاجات كتيرة جدا بنشتغل عليها في هذا الأمر. عندنا بعض المبادرات والمشروعات إن شاء الله في ضوء استضافة مصر للكوب 27، عندنا برامج ومشروعات كلها مرتبطة بكيفية تكيف القطاع الزراعي مع التغيرات المناخية، وبالتالي نقدر ما يتأثرش المربي والمزارع وما تتأثرش مسألة الأمن الغذائي في الدولة المصرية. أعتقد عندنا برامج كتيرة موجهة لصغار المزارعين، زي تحسين السلالات اللي أشار إليه فخامة السيد الرئيس في مسألة كذا. كمان فعلنا لأول مرة الزراعات التعاقدية في الدولة المصرية، رغم أن القانون صدر من فترة، لكن الحمد لله يمكن حضراتكم شفتوا مسألة القمح وإطلاق الزراعة السعر بتاعه قبل بداية الموسم. عندنا المحاصيل السكرية بنطبق عليها الزراعات التعاقدية، لأول مرة بنطلق الزراعة التعاقدية في مسألة الذرة الصفراء، وعملنا اجتماعات مع اتحاد الدواجن وبعض أصحاب المصانع العلاف، وقدمنا سعر ضمان عشان يبقى مشجع والفلاح يحسب اقتصاديات هذا المشروع قبل ما يزرع. عندنا حاصلات زيتية أخرى زي فول الصويا وعباد الشمس بننفذ بوز الزراعات التعاقدية. عندنا محاور كتيرة مرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية، عندنا الثروة الداجنة. يمكن لأول مرة من 2006 الدولة المصرية تنجح في الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان الـ OIE على اعتماد حوالي 40 منشأة خالية من انفلونزا الطيور في أنشطة متعددة مرتبطة بالدواجن، وبالتالي أصبحنا بندعم الفرص التسويقية، بنقدم يعني فرصة لتدعيم أصحاب هذه المشروعات، لأن هذا القطاع قطاع واعد سواء بحق اكتفاء ذاتي، لكن احنا في ظل التوجه باعتبار ان مصر بتتميز في هذا القطاع احنا بندي لهم فرص تسويقيه. في مجال القطاع السمكي يمكن محققين ارقام، يمكن احنا نعتبر الدوله الاولى على مستوى افريقيا في مجال الاستزراع السمكي، يمكن بنعتبر الدوله رقم 3 على مستوى العالم في انتاج البلطي، يمكن نعتبر السادس على مستوى العالم في الاستزراع السمكي. الدوله المصريه واخده مساله الامن الغذائي ده مساله يعني مهمه جدا. بنستخدم التحول الرقمي، عندنا مشروعات حياة كريمة، تطوير مراكز تجميع الألبان، المشروع تحسين السلالات، القوافل البيطرية والتأمين على الماشية وضمان استدامة المشروعات لإخواننا المربين والمزارعين، زيادة الحقول الإرشادية وتدعيم الإرشاد الزراعي سواء الحقلي أو الرقمي، وإدخال الفلاحين والمنتجين الزراعيين ضمن المبادرات الميسرة من خلال الجهاز المصرفي. أعتقد دي كلها موضوعات يعني بتؤكد أن الدولة المصرية والقيادة السياسية قطاع الزراعة أصبح من القطاعات اللي حصل على دعم غير مسبوق خلال 8 سنين. ويمكن حضراتكم شايفين المشروعات كل ما بيعدش شهر إلا ما يبقى فيه افتتاح أو إطلاق لمبادرة مرتبطة بالقطاع الزراعي. فأنا يعني مش عايز أطول حضراتكم ويعني أخذ الوقت كله، لكن بشكر حضراتكم مرة أخرى وبرضو هسمع الاستفسارات حضراتكم. يعني شكرا. نشكر حضرتك مع الوزير، ونستأذن من حضرتك نأخذ عدد من الأسئلة من السادة الصحفيين ومراسلي قنوات التلفزيونية.
تفضل. شكرا استاذ هاني. معالي الوزير، انا اسمي عوض الغنام مراسل اكسترا نيوز في مجلس الوزراء. عندي سؤالين مرتبطين ببعض بشكل مباشر. يعني السؤال الاول، حضرتك عارف الايام دي موسم بيد زراعه الارز، وكان في تعليمات مسبقه من الحكومه بالتضييق علشان موضوع المياه وكده في بعض المحافظات اللي هي بتتميز بزراعه الارز. هل السنه دي في اي تعليمات، ولا الوضع هيمشي يعني مش هيبقى في اي تعليمات للفلاحين، خاصه ان كان في نقص العام ده بالنسبه للارز واحنا استوردنا من بره؟ السؤال الثاني مرتبط بالزراعات الزيتيه. حضرتك تعلم بان موضوع منتجات الزيت مهمه جدا لكل بيت في مصر، والاسعار بتزيد حسب الاسعار العالميه، ومصر فقيره في هذا الامر. ليه ما عندناش استراتيجيه تعمل عليها الحكومه من خلال وزاره الزراعه بتوطين هذه الزراعات يا فندم، خاصه ان في بلاد كتير سبقونا في ده، واحنا ظروفنا المناخيه تسمح بتوطين هذه الزراعه، لان ده بيمثل الامن القومي او امن غذائي بمعنى اخر. شكرا عليك. انا بشكر حضرتك على السؤالين دول يعني، لكن برضو اسمح لي اقول ان احنا زي ما قلنا كده في ضوء الموارد المحدوده بنعيد تخصيص الموارد بما يحقق الكفاءة الاقتصادية. موضوع الرز نفس الإجراءات اللي تمت في خلال السنوات السابقة بتتم خلال هذا العام، مفيش تغيير. لكن زي ما انت عارف الظروف المرتبطة بنا بأحد التحديات المرتبطة بالزراعة وهي محدودية المياه، وبالتالي دائما الدولة المصرية عندما تدرس قرار لابد ان احنا ناخد كل الظروف المحيطة وعند اتخاذ قرار معين. فاحنا بننسق مع معالي وزير الري، ودائما بنطلع سياسات وإجراءات وواضح الصورة ومحددين المساحات في ضوء الظروف بتاعتنا. واعتقد احنا يعني ان شاء الله، يمكن حضراتكم سمعتوا في الفتره اللي فاتت بعض نجاح زملائنا في قطاع البحوث الزراعيه باستنباط اصناف عاليه الانتاجيه، وده محور اخر قد يؤثر على او يدفع النمو في هذا الانتاج حتى لو المساحه ما زادتش. وبالتالي في هذا الامر في مساله الرز في تنسيق متكامل. اما فيما يتعلق بالمحاصيل الزيتيه، ويمكن دوله رئيس الوزراء من العام السابق وجهنا بان احنا نهتم بهذا الامر، مساله فول الصويا، مساله عباد الشمس. يمكن حضرتك شفت التطور اللي تم ان شاء الله هيتم في مساله القطن، وده بيعتبر برضو احد المحاصيل الزيتيه واحد المحاصيل العلفيه اللي بتؤدي الى كذا. الذره عندنا محاصيل كتير جدا، لكن كان في تنسيق وتوجيه من دوله رئيس الوزراء ان احنا نتوسع في الزراعه التعاقديه، وبالتالي وزاره الزراعه خدت على عاتق هذا الامر، وبنبدا نعمل تهجين ونجيب الاصناف والبذور بحيث تبقى متوفره عشان نطمئن ان البذور بتاعتنا متاقلمه مع الظروف المناخيه. وفي نفس الوقت عندنا تنسيق مع معالي وزير التموين بحيث ان دي من الزراعات التصنيعيه، وبالتالي الفلاح عشان يزرع لابد أن يكون هناك تعاقد من صاحب المصنع، وبالتالي الدولة عندها توجه في التوسع في المحاصيل الزيتية اللي هي محاصيل تصنيعية عشان يبقى هناك ربط ما بين الزراعة والصناعة. وبالتالي مسألة، يمكن حضراتكم بتشوفوا توجيهات في خمسة سيد الرئيس توطين الصناعات، وبالتالي عندما تتوسع في محصول لابد أن يكون الاستخدام بتاعه موجود، وبالتالي هناك تنسيق كامل بين الدولة المصرية. ويمكن حضراتكم لمستوا في الفترة الأخيرة أن الدولة المصرية بتعمل في انسجام وفي إطار تكاملي، كل وزير عشان ياخد قرار في قطاع معين لابد أن يبقى هناك تنسيق مع الوزارات الأخرى المرتبطة. يعني شكرا يا فندم. ناخد حد معالي الوزير. يعني اسمح لي بس، أشرت حضرتك إلى دور القطاع الخاص. دور القطاع الخاص يمكن يكون ليه دور خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بزراعة القمح. ماذا عن دور القطاع الخاص في دورة في زراعة القمح؟ تاني حاجة برضو استراتيجية الدولة في زيادة يعني نسبة الزراعة في القمح. شكرا اشكرك. طبعا انت عارف ان محصول القمح ده محصول استراتيجي، وبرضو حاجة عايز اقول لك حاجة، ان معظم المشروعات الزراعية الغالب فيها قطاع خاص. يعني المشروعات الزراعية الغالب فيها قطاع خاص. يعني لما اجي اشوف مساحات الزراعة المنزرعة قمح الاقي نسبة تفوق 90% منها كلها قطاع خاص. لكن دور الدولة لابد ان يكون داعم وصبرت للقطاع الخاص. يمكن لو سمحت لي ان انا اقول احنا بنقدم ايه للقطاع الخاص. احنا في بداية السنة المحصول، اولا الدولة المصرية بدون ما كنا نعرف ان في ازمة اعلننا السعر التعاقدي، وكان ازيد من العام السابق 100 جنيه. يعني الدولة كانت واخدة اجراءات استباقية. ثانيا ان احنا الاول مرة بنزود نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة، لان لما تزرع من التقاوي المعتمدة الانتاجية بتزيد اكثر من ان انت تستخدم تقاوي من عندك او خلافه. زيادة الحقول الارشادية، احنا الاول مرة يبقى عندنا 8000 حقل ارشادي.
انت لو شفت الحجم الانتاجيه اللي موجود في ناس تجاوزت ال 20 و22 و25 ده نتيجه ايه؟ لو رجعت للماضي كنت تلاقي الفدان بينتج 10 و12. التوسع ده وتحسين الانتاجيه ده جهد للدوله عشان نشجع القطاع الخاص، وبالتالي يمكن حضرتك شفت ان المساحه زادت نتيجه التوسع الافقي. الحاجه الثانيه نتيجه احنا اعلنا السعر بدري شويه. الحاجه الثالثه نتيجه الانتاجيه زادت نتيجه التوسع الرأسي وزيادة الانتاجية. فأعتقد الدولة إن شاء الله مع المشروعات القومية، يمكن سيادتك شفت دولة فخامة السيد الرئيس في افتتاح برضو تاني مستقبل مصر، التوجيه على المحاصيل الاستراتيجية. الدولة إذا كانت بتستهدف 3-3.5-4 مليون خلال السنتين أو الفترة القادمة، نسبة كبيرة منهم إحنا حاليا في إطار التركيبة المحصولية اللي موجودة للوضع الأرض على الطبيعة حاليا، أكثر من 50% من مساحات الأراضي هي موجهة للمحاصيل الاستراتيجية. فنفس النهج هيزيد ان انت بتزود محاصيلك الاستراتيجيه، بتدعم محور التوسع الراسي، بتؤدي برضو الى زياده قدرتك التنافسيه في الصادرات، وبالتالي مصدر للعملات الاجنبيه. فقصد اقول هناك يعني احنا بنشتغل في اطار استراتيجيه واضحه حسب الرؤيه وحسب توجهات الدوله وحسب مساله الامن الغذائي اللي هي لها قيمه كبيره عند القياده السياسيه. اتفضل استاذ هاني. هاني نحاس، قناة صدى البلد. مع الوزير طبعا بعد التحية، في دايما يعني نقدر نقول شائعات بتتردد، شائعات موسمية مع دخول فصل الصيف مرتبطة بالمبيدات المسرطنة. يعني أكيد سيادتك تابعت خلال الأيام اللي فاتت اتهامات تطول بعض أنواع وأصناف الفاكهة المصرية. هل الفاكهة المصرية أو الخضروات المصرية المصدرة للخارج أو حتى للاستهلاك المحلي آمنة؟ شكرا معالي الوزير. شكرا، انا يعني بشكرك على هذا السؤال، ودائما يعني احنا يعني بنحاول نعمل مداخلات مع حضراتكم عشان نرد على هذه الشائعات. دائما الشائعات بتطول النجاح. احنا بنؤكد تاني ان الدوله المصريه مساله الغذاء الامن والصحي والمستدام ده مساله يعني اهتمام كبير من القياده السياسيه ودوله رئيس الوزراء، وبالتالي احنا عندنا انشانا هيئه سلامه الغذاء، عندنا مسألة الحجر الزراعي، عندنا صحة الحيوان، عندنا منشآت متعددة. بالمناسبة احنا عندنا المعامل بتاعتنا معمل صحة الحيوان ومعمل المركز اللي متبقيات المبيدات والمعمل المركز المبيدات ومعمل الأغذية، معامل مرجعية على مستوى العالم وأفضل معامل مرجعية في المنطقة. وبالتالي مسألة الرقابة على المنتج، احنا يمكن أطلقنا في السنة الأخيرة مسألة منظومة التكويد. منظومة التكويت كمان ما فيش حاجة تصدر إلا من منشآت، محطات أو مزارع معتمدة، وبنراقبها من البداية وبنتابعها من البداية وبنتابعها حتى مسألة التصدير. ما فيش شحنة زراعية بتترد. لو أنت رجعت خلال الفترة اللي فاتت احنا بنقول لك احنا اصبح لنا اسم في العالم، ولا وعلينا كلنا، وده دور حضراتكم ان انتوا تساعدونا في الافتخار بهذا النجاح. لكن كون واحد حاقد أو واحد يقعد يكتب كلمة، الفاكهة المصرية والمنتجات والخضروات المصرية أصبح لها طعم ولا اسم في العالم، كل الدول بتتهافت. إحنا بنقول لك أصبحنا بنحتل مراكز متقدمة نتيجة الإجراءات. وبالمناسبة افتتحنا السنة اللي فاتت لتصدير السوق الياباني لأول مرة في التاريخ. كون السوق الياباني عنده إجراءات صعبة جدا بتصل إلى أنه بيصل إلى موافقة البرلمان عشان يقبل سوق، كونه يقبل الموالح المصرية ويجي يشوف الإجراءات ويتابع معانا ويزور الحقول والمحطات، دي شهادة نجاح كبيرة لنا. علينا ان احنا نفتخر بهذا الامر، وعليكم برضو ان انتم تساعدونا في الرد على هذه الشائعات المغرضة اللي يعني بتتناول النجاح من وقت الى اخر، وحضرتك عارف اكيد من اصحاب هذه الشائعات يعني. شكرا. طيب انا اخد الكل ان شاء الله. سياده الوزير، احنا بس كنا عايزين نطمن على انا اسمي عبد اللطيف من جريده الاهلي مراسل بلومبرج زي حضرتك. احنا كنا عايزين نطمن على معدلات توريد القمح حتى الان. هل هناك مثلا اتجاه انه نقول نقفل باب التوريد مثلا في شهر 7 في شهر اغسطس او في تارجت لكده؟ وبعدين المساحه بقى الجديده، يعني احنا خلاص احنا خدنا اجراءات احترازيه فيما يتعلق بالعام الحالي، هل هناك اجراءات احترازيه فيما يتعلق بزياده هذه المساحه في 23؟ شكرا. اشكرك استاذ لطيف. طبعا انت عارف ان برضو محصول القمح محصول استراتيجي، والدوله خدت اجراءات استباقيه
قبل ما كنا نتوقع ظروف الأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة المحاصيل، وكنا بنترك الأمر لظروف الفلاحين وخلافه، ولكن احنا الحمد لله وصلنا إجمالي التوريد حتى الآن احنا يمكن تجاوزنا 3.6 مليون، وأيضا بخلاف 135,000 طن يمثلوا تقاوي إكسار في ظل توجه الدولة المصرية إن احنا بنرفع نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة. يعني نقول اللي تورد سواء للتوريد للجهات المسوقة لوزارة التموين أو للتقاوي المعتمدة في وزارة الزراعة يمكن تجاوزنا 3,740,000 طن. وبالمناسبة هذا الرقم لم يسبق في أي عام سابق رغم الظروف الحالية، وده برضو دعم الدولة وارتباطنا بالفلاحين وبرضو وطنية المزارع المصري. لكن ما زال التوريد مستمر، ما زلنا بنتابع مع إخواننا المزارعين والفلاحين، ودعوة من خلال حضراتكم إن إحنا كدولة مصرية قدمنا كل التيسيرات سواء أصناف محسنة، سواء سعر في بداية الموسم، سواء حقول إرشادية، سواء أسمدة مدعمة لصغار المزارعين بنديله السعر بأربعة ونص الأسمدة الأزوتية بأربعة بحوالي 5,000 جنيه للطن، ورغم أنه في السعر العالمي نتيجة ظروف الأزمة برضو ارتفع أسعاره، لكن ده في إطار توجه الدولة للدعم الفلاح والمزارع المصري خاصة الصغير اللي عنده مساحات صغيرة. لكن على الجانب الآخر أن احنا برضو بنبص لزملائنا الفلاحين والمزارعين أنهم يدعموا الدولة المصرية في مثل هذه الظروف، خاصة إيه؟ أن الدولة المصرية لما بتستلم القمح بتعمل إيه؟ ده هي عايزة تحافظ على قدرتها في أنها تستمر في تقديم رغيف الخبز المدعوم. يعني انا مش باخد القمح عشان اعمل بيه او اخد بيه ده، انا بقدمه تاني وبرجعه للمواطن تاني بسعر مدعوم. فاحنا مستمرين في هذا الامر ان شاء الله، نأمل ان احنا نستمر، واحنا ما بنقفلش الموسم طول ما هناك كميات للتوريد، واحنا بنتابع مع وزارة التموين هذا الامر. لكن اعتبارا من السنة الجاية قد يكون هناك تنسيق برضو مع وزارة التموين ومع الدولة المصرية ان احنا نحط امور اكثر محفزة بما يتناسب مع الظروف وتفعيل الزراعة التعاقدية بشكل واضح وبشكل يعني في اكثر جاذبية. فاعتقد ان الامور السنة الجاية يمكن تبقى افضل كمان. يعني نأمل إن شاء الله إن إحنا نزيد، يعني إحنا دلوقتي حوالي 3,650، نأمل إن شاء الله نتعدى. أنت شايف الـ 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 المساحات اللي هي استصلاحها سواء الجديدة أو كذا ممكن تزيد. يعني طبعا كل فلاح، وبالمناسبة الفلاح اقتصادي زيه وزي حضرتك بيقدر يقيس الأمور، وبالتالي تفعيل مبدأ الزراعة التعاقدية هو الفلاح بيحط الأمر في اختصاصه في دراساته وبيحدد المساحة. لكن احنا ان شاء الله هنستهدف ان احنا يعني نتوسع في المساحات في الفترة القادمة. يعني كمال شكر استاذ هاني، شكر معالي الوزير. انا كنت عايز اسال بس عن ملف التعديات على الاراضي الزراعيه. طبعا مع التوسع الكبير للدوله والمشروعات الجديده طبعا كان في على مدى عقود استنزاف للاراضي الزراعيه، وشفنا طبعا التدخل عمليه الدوله بالتشريعات والقرارات الحاسمه. يا ترى وصلنا لغايه فين في هذا الملف، وهل فعلا لسه المعدلات زي الاول ولا القرارات اللي اتخذتها الدوله يعني اثرت في هذا الموضوع؟ الحاجه الثانيه كنت عايز اسال فندم، مع استعداد الدوله لاعلان وثيقه ملكيه الدوله، هل ممكن نشوف المشروعات الكبرى في مجال الزراعه زي الدلتا الجديده ومطروحه ايضا لامام الاستثمار؟ وهل وزاره الزراعه يعني حددت الحاجات اللي هتطرح في مجال الزراعه؟ شكرا. طبعا انا بشكر حضرتك، لكن مساله التعديات يمكن حضرتك شفت الاجراءات ده، احنا عندنا دوله رئيس الوزراء يمكن بيعقد اجتماع لمتابعه هذا الملف، يعني مش عايز اقول يكاد يكون اسبوعي مع كل الوزارات والجهات ذات الصله. وكمان فعلنا منظومة التغيرات المكانية اللي بتقدر ترصد عشان نقدر يبقى فيه رقابة وحوكمة. يعني إذا كان الموظف في المحليات أو في الزراعة أو خلافه ما بيتابعش بالجدية، أصبح عندنا ملف في التغيرات المكانية أصبح بيرصد، وبالتالي توجيهات دولة رئيس الوزراء أن تحصل مطابقة دائمة ما بين الواقع على من خلال الدفتري والملف في التغيرات المكانية. وبالتالي نتيجة هذه الإجراءات ونتيجة الانضباط أصبحت المسألة يمكن انخفضت إلى درجة كبيرة. لكن اسمح لي أقول لك إن هذا النجاح في هذا الملف هو مسألة مجتمع، مسألة دوري ودور حضرتك ودورة المجتمع ودور المواطن نفسه. التعديات على الأرض الزراعية وتآكل الأرض حضراتكم شايفينه، وعمالين نتكلم عن الأمن الغذائي، عمالين نتكلم عن تكلفة مرتفعة لاستصلاح الصحراء، عمالين نقول إحنا الدولة الوحيدة اللي بنستصلح الصحراء. لابد إن كلنا نحافظ على ما تبقى من الأرض الزراعية، لأن بتضغط على المرافق، بتؤدي إلى إهدار لفرص العمل، بتؤدي إلى مزيد من التفتت الحيازة،
بتؤدي الى انخفاض الانتاج الزراعي، بتؤدي الى التاثير على فرص العمل للشباب والمراه وزملائنا اللي موجودين في الريف. فدي مساله مجتمعيه لابد ان احنا كلنا يبقى متصدين لهذا الامر. دور الحكومه، دور المجتمع، دور الاعلام ان يسلط الضوء بصفه دائمه على هذا الامر، واحنا بنتابع على مدار الساعه هذا الامر. يمكن زي ما بقول لحضرتك دولة رئيس الوزراء بيتابعنا والمحليات والجهات المختصة في انعقاد دائم زملائنا، ومشكلين لجنة برئاسة وزارة الزراعة مع التنمية المحلية والسادة المحافظين، بيتعرض بيان يومي يراجع هذا الأمر. لكن أنا بطلب من خلال حضرتك وبشكرك على هذا السؤال أن الناس تعي خطورة هذا الأمر، ولابد أن أنتم تتناولوا هذه المسألة ومسألة الزيادة السكانية. ده موضوعين مهمين جدا يجب ان حضراتكم يعني تتناولوهم بمزيد من الايضاح ومزيد من التوعيه عشان نقدر نحقق والمجتمع يحس بفرص النجاح وفرص التنميه اللي بتتم. الموضوع الثاني وثيقه الملكيه. يمكن لو بصيت على الشاشه الفرص الاستثماريه المتاحه في قطاع الزراعه، مشروعات استصلاح الاراضي، مشروعات معالجه المياه والطاقه الشمسيه، احنا عندنا مشروعات الانتاج الحيواني، الثروه الداجنه، الثروه السمكيه. احنا بنطرح يعني عندنا 9 اماكن صدر بهم قرارات جمهوريه للاستثمار الداجني في المحافظات المختلفه، موجودين على المواقع، موجود على مواقع هيئه الاستثمار عشان نعملهم القطاع الخاص ان شاء الله. عندنا كمان حوالي 22 موقع على في البحر الاحمر والبحر المتوسط للاستزراع بنظام الاستزراع السمكي بنظام الاقفاص موجوده. المشروعات الثروه الحيوانيه، مشروعات القوميه المرتبطه بالزراعه زي ما قلنا مستقبل مصر، نموذج للشراكه مع القطاع الخاص، كل المشروعات الزراعية في هذا الأمر. وزي ما بقول القطاع الزراعي بالذات بيغلب عليه القطاع الخاص. وحضرتك بتسمع فخامة السيد الرئيس عندما يفتتح مشروع مرتبط بالإنتاج الحيواني أو السمكي أو كذا بينادي القطاع الخاص أن يتفضل ويتقدم معانا، وإحنا بنقدم له المشروعات مرفقة وأصبحت إنتاجية وبنتغلب، والدولة هي اللي بتتحمل الصعوبات وإنها بتعمل البنية التحتية اللي هي فيها الريسك والإنفاق وبترجع تقدم المشروعات للمستثمر في القطاع الخاص. فاحنا يعني اعتقد ان ده توجه كبير من الدوله يعني. استاذ احمد ابو الحسن. معالي الوزير، يعني حضرتك تفضلت وذكرت ان نصيب الفرد كان ما يقرب من المحاصيل الزراعيه ما يقرب من 2 فدان، وحاليا نتيجه للزياده السكانيه التي اصبحت تلتهم العديد من النمو الاقتصادي، يعني اصبح نصيب الفرد ما يقرب من 2 قراط يعني. ولكن بكل أسف الزيادة السكانية ما زالت مستمرة. عايزين نعرف من حضرتك كيفية التغلب على هذا الأمر، وما هي الرؤية المستقبلية للزراعة أيضا في ظل تغير المناخ. السؤال الثاني حضرتك بعد إذنك، يعني هناك العديد من التعاون الاقتصادي بين يعني تقوم به الحكومة خلال هذه الفترة مع العديد من الدول المختلفة في مجال تبادل الاستثمار وتبسيط الإجراءات في كافة المجالات على المستوى الاقتصادي، والنتائج ملموسة على أرض الواقع. هل هناك استثمارات أجنبية في مجال الزراعة بعيدا عن الاستيراد والتصدير؟ يعني هناك استثمارات في مجال الأراضي أو زراعة الأراضي الصحراوية لدينا في مصر؟ شكرا معلم. شكرا استاذ احمد. طبعا بالنسبه للسؤال الاولاني اللي هو موضوع التغيرات المناخيه وتاثيرها على القطاع الزراعي، يمكن زي ما قلنا في كثير من الاحاديث ان القطاع الزراعي يعتبر من اكثر القطاعات تاثرا بالتغيرات المناخيه، واقل تاثرا ومساهمه في الانبعاثات. يعني رغم انه ما بيساهمش في الانبعاثات الا انه اكثر قطاع متاثر، وبالتالي لابد ان يكون هناك دعم وتوجه في سياسه ان احنا نقدر نقدم برامج للتكيف مع التغيرات المناخيه. قطاع الزراعه بيؤدي يعني التغيرات المناخيه قد تؤدي الى زياده استهلاك المياه، تؤدي الى نتيجه انتشار امراض، تؤدي الى زياده نسبه الملوحه في التربه، بتؤدي الى تغير في مواعيد الزراعه. وبالتالي الدوله احنا كمراكز البحوث الزراعيه بالتنسيق مع الجهات ذات الصله ان احنا عندنا برامج وشركاء التنميه كمان يمكن مشتركين معنا في مجموعه من البرامج اللي بتمكن قطاع الزراعه من التكيف. وانا هنا عندما اتحدث في قطاع الزراعه لا اقصد قطاع النباتي فقط، ولكن اقصد القطاع الانتاج الحيواني، الانتاج الداجنه، الانتاج السمكي، لان ده كله تحت مسمى قطاع الزراعه. عندنا برامج كتيره للتكيف واستخدام الزراعات الذكيه والزراعات الدقيقه والابتكار الزراعي واستنباط اصناف متاقلمه مع الظروف المناخيه، ويعني اعاده الاستخدام المحاصيل القادرة على تحمل الملوحة. ويعني عندنا برامج متعددة لمواجهة هذا الأمر، وعندنا مشروعات متنوعة في هذا المجال. يعني
فيما يتعلق بالاستثمار الزراعي الخارجي، يمكن حضرتك شفت من الأسبوع اللي فات أو كده من فترة قريبة اتفاقية التكامل مع الإمارات والأردن اللي وقعها دولة رئيس الوزراء مع وزير الصناعة في حضور دولة رئيس الوزراء في الإمارات، وبنستهدف هنا أن احنا نحقق قدر من التحالفات مع الدول اللي تقدر يبقى فيه تكامل وعندها مزايا نسبية بتستفيد من المزايا النسبية اللي عندها وهي بتستفيد عن المزايا النسبية اللي عندنا، في سبيل أن احنا من محور الأمن الغذائي من ضمن المحاور الرئيسية في محور هذه الاتفاقية، وبالتالي الهدف منها ان احنا برضو نستثمر في المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة، ويمكن عندنا بعض المستثمرين من الدول العربية او غيرها استثمارات كبيرة في مجال القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة بها، عندنا شراكة مع حوالي اكثر من دولة افريقية، عندنا 9 مزارع افريقية موجودين في مجال الزراعة والانتاج الحيواني وخلافه، بنعتبرها مزارع نموذجية بتعظم الارتباط وريادة الدولة المصرية لقيادة الدول الافريقية والتعامل معها، بتعتبر يعني مشروعات بحثية بنستنبط فيها اصناف جديدة، بنقدم لهم التعاون، بندعم القدرات عندهم، كل دي الدولة المصرية منفتحة. انا يمكن في مقدمين حاجات فيما يتعلق بالأمصال واللقاحات المرتبطة بالثروة الحيوانية في جنوب السودان قريبا في إطار توجيهات القيادة السياسية، إن إحنا لابد أن يبقى فيه تكامل وتدعيم لفرص التعاون مع الدول الإفريقية، فأعتقد أن هذا المجال يعني محور اهتمام من الدولة المصرية. بالنسبة أو وزارة الزراعة بالأخص في التوسع في التصنيع الزراعي والصناعات المكملة خصوصا مع القطاع الخاص مع المدير. شكرا لحضرتك. اشكرك. هو طبعا القطاع الزراعي هو دوره يقدم الانتاج، يعني احنا بنقدم الاصناف الجديدة وبنزود الانتاجية وكذا، لكن بننسق بقى مع الوزارات ذات الصلة زي وزارة الصناعة زي وزارة التموين بحيث ندعم زي القطاع الخاص ان احنا نتوسع فيه، يعني احنا ان شاء الله في توجه الدولة المصرية ان تعظيم القيمة المضافة، التصنيع الزراعي هو بيعظم القيمة المضافة، وبالتالي اعتقد ان الدولة واخدة محور التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة عندنا، سواء في مجال زي ما زملائنا قالوا في مجال الصناعات الزيتية او في مجال تصنيع الخضر واستخدامه في وقت الفجوات وخلافه، اعتقد ده محور مهم بيعظم لنا القيمة المضافة، واحنا كدولة على مجموعة الوزارات المعنية والمختصة بننسق معاهم بحيث بنقدم لهم المنتج وفي سبيل ان احنا نعظم القيمة المضافة. يعني مؤمن عطلة جريدة أخبار اليوم. سؤالي عن محدودية مياه الري، احنا شايفين ان مصر بتقوم بمشروعات ضخمة في الاستصلاح الزراعي، يعني ما اخرها الدلتا الجديده وغيرها من المشروعات، كنا عايزين نعرف ايه الاجراءات اللي وزاره الزراعه بتقوم بيها لتوفير يعني الميه هتتوفر لها منين للاراضي دي. السؤال الثاني، الري الحديث وصل لحد فين دلوقتي يا فندم؟ هو المحور التعامل مع الري محاور متعدده، يعني مسألة احنا بنشتغل على دولة مصرية في سبيل زي ما قلنا تاني، عندما تكون الموارد محدودة عليك ان انت تبحث على بدائل. اول هذه البدائل توسع الدولة في المعالجة، إقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، ويمكن اشرت في البداية الى ان الدولة كانت دولة رائدة، احنا بالمناسبة بنعتبر من مش عايز اقول من اولى الدول في العالم في كفاءة استخدام المية، لابد ان احنا نعي هذا الامر ونشوف احنا مصنفين من الدول الاولى في العالم في كفاءة استخدام المياه من خلال المحاور المتعددة. فبالتالي عندك محور اللي هو اقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، المحور الثاني موضوع المشروع القومي الاطلاق في قمه السيد الرئيس اللي هو تبطين الترع، ده بيؤدي الى تحقيق قدر من العدالة، بيوفر المية، بيقدر يؤدي الى حياة كريمة للمواطنين. وبالتالي المحور الثالث احنا كمان مسألة تحديث نظم الري، يمكن الاراضي الجديدة اصبحت نسبة نظم الري الحديثة فيها اصبحت خلاص منتهية، احنا متجهين اطلقنا برنامج قومي بتمويل مصرفي بدون فايدة على 10 سنين عشان نشجع مسألة التحول إلى نظم الري الحديثة، وبننسق مع وزارة الري في هذا الأمر، ويمكن بدأنا بمحافظتين نموذجيتين الأليوبية وبني سويف وشغالين فيهم في هذا الأمر، ولكن الأمر ليس فقط في مسألة هذه المشاريع، ولكن استنباط أصناف جديدة قليلة الاحتياج للمياه ومبكرة النمو، يعني لما يبقى عندك محصول كان بياخد 150 يوم بقى بياخد 120 يوم، فبالتالي انت اصبحت وفرت ري او اتنين، ده محور من محاور كونك تستخدم الممارسات الزراعية الجديدة، تسوية بالليزر او الزراعة على مصاطب او خلافه،
ده يعتبر برضو محور من المحاور. كمان بتستخدم الزراعة الدقيقة والزراعة الذكية، ان انت تقدر تعمل تقدير الاحتياجات المائية للنبات، وتقدر تحدد درجة الرطوبة. كل دي محاور متعددة عشان نقدر نتغلب على هذا المحور يعني. شكرا. ناخد بعد اذنك حضرتك السؤال الاخير يا فندم استاذ محمود. محمود مطاوع صدى البلد. طبعا الدوله بتعمل الفتره الاخيره ديت على دعم الفلاح، فايه هي جهود الدوله لتوفير الاسمده للفلاحين باسعار مناسبه في ظل ارتفاع الاسعار الموجود عالميا دلوقتي؟ احنا دعم الفلاح ليس مقتصر على، انا بشكرك على هذا السؤال، لكن دعم الفلاح ليس مقتصر على الاسمده فقط، لكن ما زال عايز اقول حاجه، احنا الاسمده ما زال بندعم الفلاح الصغير زي ما قلنا في الاسمده الازوتيه حوالي 5000 جنيه للطن، رغم ان سعره يبقى الضعف او اكثر في السوق الحر، وذلك ايمانا من الدوله ان احنا بندعم الفلاح الصغير يعني. لكن عايز اقول حاجه، ان دعم الفلاح ليس مقتصر على الاسمده، مساله توفير تقاوي معتمده وعاليه الانتاجيه ده نوع من انواع الدعم، مساله ان انت تعمل حقول ارشاديه عشان تعلمه وتطوره وتبدأ تخليه ينتج أكتر ده نوع من أنواع الدعم، مسألة أن أنت تقدم له خدمات الممارسات الزراعية بالليزر أو بالتسوية أو خلافه بأسعار أقل من التكلفة وتوسع في الميكانة الزراعية ده نوع من أنواع الدعم. كونك أن أنت تفتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية عشان تقدر تحافظ له على مستوى مناسب من الأسعار وتقدر تمكنه من أن يصدر إنتاجه للخارج ده نوع من أنواع الدعم. كونك تقدم له تحديث نظم الري الحديثة اللي هي بتؤدي إلى زيادة الإنتاجية وبتوفر في التكلفة وبدون فايدة وعلى 10 سنين نوع من أنواع الدعم. كونك تقدم له قوافل بيطرية عشان نحافظ على الثروة الحيوانية بتاع صغار المربين ونقدر نحافظ على استدامتها ونأمن عليها في صندوق التأمين على الماشية ده نوع من أنواع الدعم. كونك تقدم المشروع القومي للبيتيلو اللي هو موجه اصلا لصغار المربين والمزارعين وبفايده 5% وزي ما قلنا ضخ اكتر من 7 مليار جنيه نوع من انواع الدعم. كونك تقدم تمويل للمحاصيل الاستراتيجيه والمحاصيل كلها للفلاح والمزارع المصري من خلال مبادرات من خلال الجهاز المصرفي البنك الزراعي المصري وخلافه بفايده 5% لهذه المحاصيل نوع من انواع الدعم. كونك تدمج المنتجين الزراعيين والمصدرين الزراعيين في منظومة رد أعباء التصدير وإن أنت تدعمهم في تدخلهم في كل المبادرات الميسرة المعلنة من البنك المركزي نوع من أنواع الدعم. كونك أن أنت تتبنى مشروع زي ما فخامة السيد الرئيس بيتبنى مشروع تحسين السلالات لدى صغار المربين وتجيب له رأس ماشية معدل تحول اللحوم فيها عالي ومعدل إضرار اللبن عالي رغم أنها بتاخد ذات التكلفة عشان تزود من دخله وتوفر له حياة كريمة ده نوع من أنواع الدعم. كونك أن أنت تعمل يعني تطور مراكز تجميع الألبان عشان تقدر تجد آلية وترفع من مستوى التسعير ومستوى اللبن يبقى آمن صحي وآمن وتؤدي إلى وجود سلاسل للتوريد وتربطه بمصانع المنتجات الألبان، أعتقد موضوعات كتيرة جدا لو عدنا نتحدث، بس أنا يعني مش عايزكم تحصروا الأمر في مسألة الأسمدة فقط، عندنا مشروعات كتيرة جدا لدعم الفلاح والمزارع. ليه بقى؟ لأن الفلاح والمزارع المصري هو حياتنا، فاحنا يعني من خلالكم بنوجه له كل الشكر يعني. شكرا. شكرا لحضرتك معالي الوزير، ونشكر الساده الصحفيين والاعلاميين، شكرا لحضراتكم جميعا. اشكركم جميعا، شكرا.